Shada FM, la radio que j'aime. اليوم الى سيرين الممثله طلبات من سيرين المغنيه تنسحب من الغناء، غتنسحبي ولا لا؟ انا انسحبت كرمال التمثيل كثير من المغنى، يعني انا لما اكون عندي تصوير والتصوير بياخذ مني تقريبا كل يوم، بدي اروح على استوديو وكل يوم عندي تصوير لمده 3 اشهر او 4 اشهر، وفي اوقات لتسعة اشهر، يعني لما يكون عندي مثل روبي 90 حلقه ومثل سيره حب 90 حلقه، كنت غيب كثير عن الفن وعن المغنى عن الحفلات، يعني صارت وممكن كثير لانه انا بالنسبه لي ما فيني اجزئ حالي انه يكون عم مثل وغني بنفس الوقت، يعني هالقد بكون وفيه للعمل يلي انا عم بعمله، واذا قررت ان انا مثل بستغني عن الفن الغنائي شوي، ولما قررت انه انا اعمل اغاني وارجع بالكليب استغنيت عن التمثيل. هنشوفك في رمضان الماجي في مسلسل سيرين في سباق رمضاني. ولا يا شهرزاد، انا هديك السنه بعدت عن السباق الرمضاني لل 2016، اليوم بال 2017 والتحضيرات لرمضان 2017 عم ينعرض علي سيناريوهات من مصر ومن لبنان، بس الحقيقه لغايه هاللحظه ما قريت بعد ولا نص يخليني انا هالقد اتشوق واتحمس انه ارجع للجمهور العربي بعمل بالكومباك تبعي يكون هالقد قوي يليق فيهم قبل ما يليق فيي، لانه للاسف وعم اقولها علنا وقلتها سابقا يعني ورح ارجع اقولها، انه نحن عندنا مشكله بالنصوص بالكتاب يلي عم بيكتبوا بعالمنا العربي، يعني كثير عم بيروحوا على مسلسلات اجنبيه وعلى افلام اجنبيه ويترجموها للعربي من ناحيه ثانيه، يعني الافكار يلي عم تنعرض افكار يعني منا بهالمستوى المطلوب ومنا من هالجودة العالية من الأفكار. أنا بالنسبة لي بعد 17 سنة من التمثيل ما بقى أي نص بينعرض علي بقدر أعمله، لأنه أنا عملت كتير شخصيات وعملت كتير مسلسلات وأفلام، فأنا اليوم عم نبش على الأفضل، ما بقى بضحي بسيناريو أقل من النجاحات اللي أنا عملتهم قبل. إحنا كنت منولك تلقاي سيناريو اللي يوافقك ويوالمك باش نشوفوك في سباق رمضاني الماجي. كون هو الفنان اللي كينال إعجاب سيرين؟ واش هو الفنان يلي بيغني ولا بيمثل؟ لا الفنان اون جينيرال، فنان عموما. ليكي انا معروفه انه انا يعني من الفنانين اللي بحبهم بعالمنا العربي وهم اصدقاء لإلي، يعني من مصر كثير بحب تامر حسني، من لبنان اصحاب مع كتار بس الاقرب لإلي هو وائل كفوري. انا حسب يعني ما بعرف انه بالمغرب بحبوني وعندي اصدقاء من المغرب للحقيقه بيجوا على لبنان وبيحكوني، يعني مثلا سعد المجرد هالفنان المغربي اللي انا بحبه كثير هو صديقي، وكثير من الناس اللي بيتابعونا بيعرفوا من خلال صورنا سواء نحن اصدقاء ولما نرجع على لبنان دائما بنلتقي، وبحب اللهجه المغربيه بحب اتقنها بحب انه انا غني يوما ما بالمغربي، بس بدي حدا عن جد يعلمني صح. اجي عندنا الشهد وحنا نعلموك. يلا يلا ان شاء الله خير، قريبا ان شاء الله بيكون في سيربريز انه اقدر اغني انا بغنيه اقدمها لاهل المغرب، وان شاء الله تعجبكم. شادا FM، لا راديو كو جيم.